عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان تحذف خلفية سادة، والأفضل أنها تكون سادة بشكل سريع واحترافي، طبق معي الطريقة دي. روح على قائمة سلكت، طبعا البرنامج المستخدم للفوتوشوب، تختار كلر رانج، تضغط ضغطة بس خفيفة على اللون السادة سواء أبيض ولا غيره. طبعا كل ما زدت هنا القيمة كل ما زاد معك التحديد. لو تلاحظ معي هنا طلع معي اللون الابيض اللي هو مشابه ذا، راح يتحدد معك. شوفوا لما اضغط اوكي للتكبير، شايفين هذا؟ لو تضغط حذف راح تخرب عليك الشغله، لكن راح ارجع واسويها من جديد وانقص في القيمه على اساس يكون التحديد بشكل جيد. لو ضغطت زر الحذف من الكيبورد ما راح يحذف، لان هنا الطبقه مغلقه. تضغط ضغطه خفيفه على القفل، بعدها حذف، ثم كنترول دي، وبكذا حذفنا الخلفية بشكل احترافي وجميل. حبينا نفيدكم هذه المعلومة، يعطيكم العافية على المتابعة، شكرا لكم.